السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحامية زينب الخيار تتوعد تحفة وتطالب بإحضاره للعدالة مهما كلف الأمر. السلام عليكم، اسمحوا لي على هذا. أنا بصح أنا استفزني بزاف السيد، لدرجة أن طلع لي بزاف ديال السكر. ها أنت فمي ناهي، شوفي أنا لا نقدر أنا نموت أي وقت. ما يمكنش أنا محامية حقوقية علاش تهاجموني؟ حيت كنقول الحق، حيت باغي نوصل الميت ديال كورونا والميت ديال الناني الحقيقة. وانتوما واحد المرابط إعلامية اللي دايرة جرائم، اللي دايرين شكايات ضدهم عند السيد وكيل العام المحترم ديال الدار البيضاء، رسائل سرية، ملفات سرية. هاد الناس حتى هما مع هذا، هما دايرين واحد العصابة كبيرة حنا عارفينها، اللي كيجي يشو كيمشيو يديروا اللي بغاو. اش واش هذا فوق القانون؟ واش هاد التحفة ولا الناس فوق القانون؟ حتى واحد ما فوق القانون. هذا هو غلط اللي تيسمونه غلطة. أنا حنا كاع تحداتا داك الشيء، قالت غيوقع لك ما وقع للديان. إذا تحضرت أنا ساكسرة غنجبد الملفات ديالها، غنقدم شكاية بجميع الملفات ديالها أمام القضاء، وغادي القضاء هو اللي غيحسب بيناتنا، لأن الجماعة كلها كتكون واحد جريمة ديال عصابة إجرامية. إذا حنا دولة حق القانون، حنا كنبغيو بلادنا، كنبغيو مالكنا، كنبغيو الشعب المغربي. حنا مواطنين حتى النخاع، كيضربنا غير على كل شيء. ما تقدروش تحيدوا لي المواطنة ديالي، ما تقدروش تحيدوا لي الغيرة لبلادي ولا مالكنا، لأن الشعب ديالنا كلهم اللي كيضرهم. هادو أش بغاو يفرقوا بين المحامي والمؤسسات؟ واش بغاو يفرقوا بين الدفاع والمؤسسات، بين الحقوق والمؤسسات؟ لا بركة، راه سبوا جميع المؤسسات. كونوا متيقين بأن هذوك اللي في الداخل هما اللي كيعطوا هذاك التحفة، وهذوك كلهم قلبوا الهواء في الدير من النقارة. ونشوفوا علاقتهم مع من معاهم، ضروري باش نعرفوا شكون اللي كيهاجم الحقوقيين، شكون اللي كيضربنا في الأراضي ديالنا وما كيتشد اللي ضرب جميع الأراضي. حتى سيدنا تقبحوا على سيدنا، كيفاش الحموشي كذلك، والنبوي والذاكي. إذا حنا جينا أمام هذا الدان اللي ضرب زقوا عليه، اللي رئيس النيابة العامة، اللي هو الحق، عنده الحق التام باش تحريك متابعات، عنده الحق التام باش يشوف حالنا والتعرضات اللي تعرضنا ديال هجومات خطيرة جدا اللي كيحاولوا يمسونا باش نبقاو نقولوا الحقيقة. شوفوا غنبقاو نقولوا الحقيقة مهما كانش الظروف. أنا هذا الدور ديالي، أنا ما كنتباع ما كنتشرى. لو غير كنتو نتوما كتباعوا وكتشراو باش تضربوا الناس، تضربوا أعراضهم، تضربوا ابتسام أعراضها، ها شمكارة، ها وزميل آخر كتضربوا أعراضه، وسيد نادمي كتضربوا لأمو أعراضه. إذا حنا عندنا الغيرة على بلادنا وعلى أولادنا وعلى أمهاتنا. وحنا دابا حنا كنطلبوا من سي الذكي وعندنا رئيس النيابة العامة باش يتخذ الإجراءات اللازمة ضد هذه التحفة، ويشوفوا الهاتف ديالو يقلبوه، يديروا واحد استفراغ الهاتف ديالو هو ومتابعته عن طريق استفراغ الهاتف، ويقول لي لا مع من كاين تحت هذه التحفة، وشكون اللي كيحافظوا من الداخل؟ لأن كاين الناس هنا في الداخل كيحافظوا ذوك الناس في الخارج. إذا حنا كلشي أي واحد تورط مع تحفة حتى هو يجي، حنا عارفين واحد بواحد. إذن المحامية زينب الخيار كتقول أنا محامية وحقوقية وكندافع على حقوق المغاربة، تحفة تيقول أنا صحافي حقوقي وكنفضح الفساد والمفسدين وكندافع على حقوق المغاربة وكنهاجم فقط المفسدين، وبغى يعرف في نفس الوقت المصير ديال دوك الاوديوهات. اذا هنا شكون اللي عنده الحق في نظركم؟ اذا حنا دولة حق القانون، انا غنبقى الى الابد الى الابد تنموت. قلت لان ما كندير كنقول كلمه حق خاص، ما يمكنش واحد تقتل ونسمحوا به بهذه السهوله. ما يمكنش حنا بلادنا ولاو تيجوا عندنا الناس مكتئبين، ما يمكنش الناس كيجوا مدمرين، ما يمكنش الناس مشاو كلهم جاو اكتئاب. اذا حنا وصلت زي الزبه، وحنا غنبقاو نقولوا الحقيقه حتى يموتوا. وهذا الشيء هو اللي كاين. مسجل في الميت ديال الكورونا، هادشي علاش كيهاجمونا دابا. ملفين خطيرين، ثلاثة ملفات خطيرة، علاش كيهاجمونا؟ أولا على بيت حبيب مالي، من الأول ما كيهاجمونا، داروا لي جميع الوسائل اللي كنا دار. علاش؟ باش ما تبانش الحقيقة، الحقيقة غاتبان بزز منكم كيف ما كيزغيتو، وكتجيبوا لي في الاخر ميت ديال كورونا، دخلوا لي انا تحفه اللي ما عندي حتى علاقه، عاد راه بكي ما كيدافي حتى واحد. ما يمكنش لي انا نوسخ ودني فيه، ما يمكنش لي نجاوبو فمي غنوسخ راسي. انا اتجهت للعداله ورئاسه النيابه العامه باش تاخذ لي الحق هذا السيد، لان على الميت ديال كورونا اللي حتى هي وخاتي عايرها كيسبها سبها ولدها اعراضها، ودرنا كلنا شكايه في هذا الموضوع. راه ماشي ساكتين، ما علمت احنا
لقينا الدار كبيره باش رئيس النيابه العامه استاذ باكي كنعرفوا على النزاهه ديالو الصارمه باش يتخذ اجراءات ضد هاد الميل ديال الناس اللي كيسبوا هاد الناس منهم تحفه وعناصر اخرى اللي احنا دايرين بها شكايه خطيره لدى السيد وكيل العام سريه لدى الوكيل العام المحترم هو عرفوا هاد الشيء اذا هما كلهم كيتباعوا كيشراوا اذا حنا ما تشريش فيهم ما ندفعش فيهم انا غنبقى نهضر على القانون جيتو كتهاجموني الميز ديال كورونا الحمد لله راه وصل احنا شفنا الخبره بان قاضي التحقيق خدام بنزاهه ووكيل العام هما ما بغاوش يتقبلوا هاد القضيه قال لك لا ما كاينه لا خبرات لا ما فهمش هاد المنابر اللي تسطا وجايب شهاده طبيه دايما شي شهاده طبيه اصليه السيد متقوي اللي راسه من هنا ولهنا اللي هذيك الطبيبه معرضه لمساءله خاصها تسال على جرت هاد الشيء وكيفاش صدرت ميل في التشريح اذا حنا راه كنا متيقنين بان نرضي العذور غتبان الحقيقه ديالو ما يمكنش لان حنا شفنا مدى المستقيلين وكيل العام الملك يلاه دينا ليها نهار الجمعه واحد الشكايه اخرى تكون عصابه اجراميه ضد نيت هاد التحفه وهاد معاه درنا حطينا عليه وحنا ما غنزكاوش غنتا حنا نتاخذوا جميع الاجراءات القانونيه باش كل واحد ياخذ الجزاء ديالو راه ماشي دوله عبث حنا دوله حق وقانون والشعار ديالنا الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا. بالنسبه لملف الكولونيل الامور غاديه وكتتضح في الاول كانت القضيه فيها يعني شكوك واش كاينه جريمه او لا ماشي جريمه الان يبدو ان هناك جريمه قتل وبالتالي كنتمنوا تظهر الحقيقه وكل واحد يتحمل المسؤوليه وكل واحد يتحاسب وكل من ساهم في هذه الجريمه من بعيد او قريب. معلوم تيتهدد الجريمه انا هدوني مرارا وتكرارا انا هدوني لدرجه ان القتل ما قلتهاش مده 6 سنوات وانا كنتعرض تنتعرض للضرب في جميع الهيئات كيحرشوا عليا الهيئات الملفات ديالي قال لهم ما تبقاوش تحركوا لي الملفات ديالها هادشي كلشي في علمي كيفاش انا ندير شي كلمه تتحرك علاش ما هي الاسباب انا خاصني نجيبو هنا انا خاص رئيس النيابه العامه يتدخل ويعرف ان انا كنقول هادشي بمصداقيه عن الحقيقه ما يمكنش ندير انا شكايه ضد شي ناس اللي هما خطر على الدوله وكيديروا بزاف الحوايج خايبه ومع ذلك ما تحركش الشكايه ديالهم اذا هنا حنا جينا للدار كبيره الرئيس ديال النيابه العامه اللي غادي يعرف كل شيء ويبحث على هاد الملفات فين وصلت وشكون كيحمي هاد الناس سواء تحفه ولا العصابه ديالو اذا حنا انا استاذ عصمد استاذ عصمد اللي هو حقوقي اللي هو مواطن قح اللي ضحى بزاف على قبل البلاد اللي تا هو ولا كيهاجموا هاد الشخص هنا اذا هنا خاصنا نعطوا كلمه للاستاذ السيح اللي تا هو تعرض لهذا الشيء رغم تضحياته الكبيره في سبيل البلاد اللي ما كيعرف هو ما يقدرش يدير ما دار والو تحفه البلاد غير بغى يخرب البيوت بغى يحرق الامهات بغى الامهات ولاو حشمانين انا ولا وليت داخله دارنا مع الدخله ها مالك ما هذاك اش كيقول لك اذا هنا شنو هو واش هنا كاينه السيفه راه ما كايناش السيفه واش حنا ما نلقاش محاميه نعود نمشي نبارك في القاعه ونخرج. بالنسبه للقرار ديال التشطيب على المحاميه زينب الخيار فهو قرار صحيح ولكن مازال كتزاول المهنه ديال المحاماه لحد الان لان القرار غير نهائي ومازال عندها الحق في الاستئناف وبالتالي غادي تزاول المحاماه حتى القرار النهائي بعد الاستئناف عاد ديك الساعه واش ممكن يعاقبوها فقط عقوبه تاديبيه واخلاقيه في المجلس التاديبي او ديك الساعه غيشوفوا القرار اللي غيناسبهم وربما يتم التوقيف ديالها الى الابد وانا استبعد هذه المساله هذه لان كمحاميه ما يمكن لهمش يوقفوها نهائيا والقرار خلاص يعود للقضاء. واش انا الدور ديالي شنو هو؟ يديروا اللي بغاو واحد راه قاتل يقول لا ما قاتلينوش واش فينا اللي تامح يدير لي الاعضاء وداك الشيء يقول لا ما دايرينش هذا الشيء وعندنا الميف كاين راه هو شوف لن اتنازل ابدا مهما كانت الظروف وانا غنبقى ناضله وكنطلب انا دابا كنت التامس احضار تحفه والعصابه الاجراميه ديالو العداله وما غنسكتش اي واحد لقيته متورط حتى واحد ما فوق القانون وغنضطر نتاخذ جميع الاجراءات درت جميع الاجراءات القانونيه وغندير حوايج اخرى اللي هي خطيره جدا اللي كلشي غيجي العداله حتى واحد ما فوق القانون.